نخش في المصورة. قال لك احنا على ارتفاع 3000 قدم. فاحد الركاب قال لك هو حد يعد وراكم؟ اهو النكتة بتقول كده يعني. السيسي لما يقول لك احنا صرفنا تريليونات على البنية التحتية. وسيسي مخترع الارقام المضروبة. قال السيسي هو انفقنا 7 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية. 7 تريليون. خلاص انت هتعد وراه. تخيل بيقول لك صرفنا 7 تريليون جنيه بنية تحتية. وبنعمل طرق عشان الناس ما تعذبش. تتشع بس ما تعذبش. وفجأة بعد الكلام ده بقى لاقي حادثة بسيطة. حادثة في النص كده ماسورة عرت كلام السيسي ونظامه. وده اللي حصل النهاردة في الطريق الاوسط لما تعطلت حركة المرور على الدائري الاوسط عند مدخل مدينة 6 اكتوبر بعد انفجار ماسورة مياه. تعطل الحركة على الطريق الدائري عند مدخل بعد انفجار ماسورة مياه. انفجرت الماسورة والدنيا بقت ايه زحليقة زي ما انت شايف كده. اتفرج. ادي الطرق يا سيدي. شلل مروري على الطريق الدائري الاوسط. شلل مروري. الفرق بين الدول المتحضرة والدول غير متحضرة هو الوقت. احترام الوقت. انت متخيل كم عربية نقل معدية شايلة بضاعة ده هيأخر في التسليم. طب انت متخيل كم واحد راكب عربية ميكروباص او رايح شغل او رايح لمعاد دكتور او ده تأخر. كل الناس دي تأخرت. الناس دي بقى بعشرات الالاف. لان دي مش نص ساعة وخلصت. ده خدت وقت. فكل الناس دي اتأخرت جدا. جدا. طيب كويس جدا. يعني ببساطة شديدة جدا. كمان بقى الكارثة ان المية دي هتتقطع عن اهل الحي دي يومين مثلا يوم. فتتشل الحياة. وعادي جدا. دي الجمهورية الجديدة. 7 تريليون. عشان نعرف ازاي الناس بتشتغل نفسها وبتكذب على الناس. فالسيسي اللي بيدعي كذبا انه بيحسن الطرق عشان الناس ما تتعذبش. يقول ايه الناس النهاردة؟ خلينا نسمع كده. السيسي النهاردة السيسي بيقول ايه؟ اسمع. حاجة من البنية الاساسية اللي تتعمل. انا بتكلم على شبكة الطرق بس. اللي تتعمل تخدم على حركة المجتمع ده. وتحسينها. مش فقط عشان الاستثمار. ومش فقط عشان سهولة تداول السلع. لا. لصالح الناس. الناس اللي كانت موجودة وكانت بتتعذب اثناء حركتها. في اي محافظة من المحافظة. طب هو الطريق الاوسط ده مين اللي اشرف عليه؟ ده كان السيسي بنفسه هو اللي شاف السيسي وانه اضاف لمنظومة الطرق. نشوف كده في يناير 21 السيسي. بص هات كده. تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الانجاز بجميع قطاعات الطرق. ما تهدى يا عمي. طب اقرا ولا هتشوف في الصورة اهو. تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الانجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الاوسطي والذي يمثل اضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق. واسعدني اليوم ما رأيت من إنجاز وتفاني الأيدي العاملة والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية. حافظ الله. بص بقى هو واقف بنفسه أهو. واقف بنفسه على الطريق اللي النهاردة دمر الناس ودمر حياة الناس.